السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي راح يكون خارج شوية على الموضوعات العادية اللي مولفين نطرقوا لها. لهذا عطينا له صيغة حلقة خاصة واللي راح يكون الحديث فيه على النسخة الجديدة من نظام تشغيل مفتوح المصدر ريكال بوكس في الطبعة تاعو 4.1. للتذكير، ريكال بوكس هو نظام تشغيل مفتوح المصدر من نوع جنو لينوكس، واللي يهتم بالريترو جيمينج أي تشغيل ألعاب الفيديو القديمة. في الفيديوهات السابقة على القناة تكلمنا على ريكال بوكس كنظام تشغيل لجهاز الرازبيري بي، لكن من الإمكانيات الجديدة لهذا النظام نلقاو إمكانية استعماله على جهاز حاسوب شخصي أو بي سي، وهذا واش راح نشوفه اليوم في هذا الفيديو. في البداية نتوجهوا للصفحة الرسمية لنظام ريكال بوكس واللي هي recalbox.com، وهنا نشوفوا بلي النظام راهو في الطبعة تاعو 4.1. نضغطوا على زر داونلود باش نتوجهوا للصفحة نلقاو فيها كيفية تركيب نظام ريكال بوكس على الرازبيري بي. نزلوا شوية في الصفحة حتى المرحلة الثانية اللي فيها نلقاو رابط الصفحة واسمها archive.recalbox.com، نضغطوا عليه. وفي صفحة جديدة نحوسوا على رابط التحميل الخاص بالحاسوب حسب نوع الحاسوب اللي عندنا، يكون 32 ولا 64 بيت. نحملوا الأرشيف المتعلقة به على سبيل المثال 64 بيت. بعد تحميل الأرشيف على نظام تشغيل تاعنا، في الحالة هذه نظام أوبونتو، ما بقى لنا غير نحطه على فلاش ديسك، وهذه عملية سهلة على نظام أوبونتو. ما علينا غير نضغطه على الأرشيف بالزر الأيمن ونختار أوفغير avec enregistreur d'image disk. هنا نخير الفلاش ديسك تاعنا، ونضغطوا على زر ديماري لا ريستوراسيون، ثم على ريستوري باش تبدا عمليه التحميل. لمستعملي نظام تشغيل ويندوز، رانا ما نسيناكمش، تقدروا تحملوا الارشيف باستعمال برنامج مثل Win32 ديسك ايماجر باش تتحصلوا على نفس النتيجه. كي تكمل عملية التحميل على الفلاش ديسك تاعنا، ما بقى لنا غير نحوه من جهاز الحاسوب. ثم نوقفوا جهاز الحاسوب تاعنا باش نشغلوه مباشرة عن طريق الفلاش ديسك. نستناو شوية حتى يطلع النظام. وهكذا نلقاو روحنا في واجهة نظام ريكال بوكس المعروفة مع مجموعة من الألعاب اللي هي راهي جاهزة للاستعمال مباشرة. على سبيل المثال لا سوبر نينتندو نلقاو كون كلاسيك.
هذا ما عدنا في هذا الفيديو الخاص بنظام ريكال بوكس على الحاسوب أو على جهاز البي سي. إذا حبيتوا تعرفوا كيف تحملوا ألعاب واحدة أخرى، ما عليكم غير تشاهدوا الفيديو تاعنا على الموضوع، واللي تلقاو الرابط تاعو في آخر هذا الفيديو. وفي الأخير ندعوكم باش تعطونا رأيكم على هذا الفيديو ولا على أي فيديو واحدة أخرى على القناة تاعنا يوتيوب، ولا على صفحتنا ولا مجموعتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. ومن طرف كل الفريق نقول لكم سلامة.